السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي مشاهدي المشاهدات، أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة طال عمري يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم الغديوة ديالنا ديال هاد النهار، داكشي اللي درناه غادي نشاركوه معكم. يلا خليكم معنا وفرجتكم ممتعة، منساوش من عندكم فيديو فرجتكم ممتعة. شيء غنبدا به هو هاد النجيلة هادي، غادي نطيبها، غنشدها واحد لوسكالونيو أو لا بصيلة ولا اللي عندكم. هاد هكا غادي نقسمها، غادي نديرها هنايا، غادي نحكها، غادي نقربها مزيان رققها هنا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما رققتها دابا غادي ناخذ واحد المقله هنا وضعتها على النار، غنشعل عليها وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت هكا، خليه شويه يسخن. صافي هنا غتبان لي الزيت سخن، وغادي نوضع فيه هاد البصيله هادي بهذا الشكل هذا، غنحركها هنايا، نقص عليها دابا النار، غنخليها هنايا تصوبها. وهنايا غادي نمر دابا لهاد الدنجاله هادي، غنشدها غنحيد ليها هاد الراس هذا، وغادي نقطعها مكعبات صغار هكا. غندير لها هذا الشكل هذا، اوكي هنا كملت. صافي وغادي نوضع دابا هاد الباذنجان في المقيله اللي درنا فيها البصيله تتشحر بهذا الشكل هذا، وغنضيف عليه دابا شويه ديال اوريغانو ديال الزعتر ولا الزعتر اللي بغيتو نتوما، غنضيف هكا شويه، وغنضيف الملح اللي منسم بالاعشاب حتى هو غادي ينسمو شويه بهذا الشكل هذا، وغادي ندير معاهم شويه ديال البابريكا. صافي الا بغيتو الحار ديروه، انا غادي ندير الحار اليوم، اللي كياكل الحار يديرو حتى هو كيجي زوين معاه. صافي غنحرك كلشي، هادشي نحركهم مزيان وغنقص عليهم النار، غنبقى مرة نحركهم حتى يتصوت عليا هذا الباذنجان، راه كيجي زوين رائع بهذه الطريقة هذه. ملي كديرو التومة ديرو على ديك البصلة اللي درت فيها النكهة ديال البصلة وديال التومة، لوسكالونيو فيه التوم والبصل والبصل بجوج بيهم. وصافي غنخليها مرة مرة نحركها، صافي غنخليه تما يتصوتا مرة غنبقى مقابله. وانا غادي نمر لهاد القريعات تا هما هنايا، وغادي نقطعهم دوائر بهذا الشكل هذا، يكونوا صغار ما يكونوش غلاط بزاف باش يجوني في الطياب مزيانين. هنا غنحرك هاد الباذنجان تنديه غير ونجيبو غير هكا بلا ما نقيسو، غنخليه هنايا مرة نديه هكا ونجيبو. هنا القرعة درت الزيت ها هو سخن، وغادي نوضعها مازال شوية، خليته يسخن مزيان. صافي هنا الزيت سخن، غنبدا دابا نوضع فيه هاد القريعة هكا، ونخليها حتى تتحمر من تحت، ونعاود نقلبها من هذيك الجهة للجهة الأخرى. هذه راه كيديروها هاد الوصفة ديال القرعة، كيديروها الإيطاليين لي بلاد جاكمو الصراحة، نابولي هما لي معروفين بهادي لاسكاباتشي، كيديروها هكا وكيديرو ليها واحد التخليطة كيخلطوها بها كتجي زوينة، غنوريها ليكم من بعد. هنا قلبت هذيك القريعة على بال ما غتوجد ليا، غندير واحد العصير هنايا معكم، عندي هنا واحد الرمانة نقيتها ونديرها هنايا ها هي كيف ما كتشوفوا معايا هكا، رمانة كاملة درتها هنا غير وحدها حتى شي حاجة. غادي نضيف ليها واحد البرتقالة دابا نمشي نجيبهم لبالكم. صافي وكيف ما قلت لكم ها هما نقات ليا من واحد ثلاثة سميتو ليمونات كبار برتقالات، ودرتهم هنايا وغنعطيهم واحد دقيقة للميتس 10. هنا هي الدفعه الاخيره اللي بقات لي ديال القريعه ها هي كما كتشوفوا معايا هكا، سقطره مزيان من الزيت. تتسقطر وتنوضعها هنايا هكا،
راهو درت هذوك الاولين ما نوريهم لكم مع عصير تا هو رسكت مي تاعي مخدماها تتقطع ليا في البطاطا نطفي على هذا تنبغي ها هي القرعه تتنشف وتخلي شويه تتسقطر تما وتنستفاه هنايا باش غندير لها ديك الخلطه اللي قلت لكم مي راه هي تتقطع ليا في البطاطا كيف ما كتشوفوا تندير هذيك البطاطا الموف غندير بها واحد البوري تجي زوينه بهذيك بطاطا بطاطي فيولا بالنسبه للاخوات اللي هنايا ما عمري شفتها في المغرب هذه البطاطا عرفت شمي واش كاينه ولا لا عمري رديت لها البنات المهم اللي ما عندهاش البطاطا دير البطاطا العاديه الاخوات راه حتى هي غادي ندير غير نص كيلو انا غندير غير نص الكميه غاد تكمل الوالده هذوك تقطعهم نقيوها وعاد عبروها شوف طلعت البطاطا 490 امي خاصك هذه لا بلاش صافي درت خمسة البطاطات فيهم 490 بركة خاصة 10 غرام معليش ماشي مشكل زينة ناقصة ماشي مشكل خمسة البطاطات صغار هكا شفتو هادو الخمسة صافي هنايا عبرتهم خليني تنديهم نغسلهم غنحيد بعدا العصير هو فيه هنايا التطحن ليا ديال الرمان مع الليمون هانتوما شوفو معايا هكا غنصفيه وغنغسل هاد البوكال وغنرجع معاكم هنا عبرت الحليب كيف ما تشوفوا معايا بغيت ندير 175 ولكن مشات لي 177 ماشي مشكل البطاطا ها هي غنشدها دابا وغنديرها مكعبات البطاطا غنديرها بهذا الشكل هكا مكعبات يكونوا صغار وغنمشي نغسلها ونرجع نتلاقى معكم نص كيلو ديال البطاطا فيه درت فيه 175 الا بغيتوا ديروا 360 الا بغيتوا ديروا كيلو ديال البطاطا ديروا 360 اللي غادي ديروا معنا هنا ما كملتش نص كيلو كيف ما شفتوا معايا 490 ماشي مشكل لا تزاد شويه ولا هكا المهم ما يتزادش بزاف لان لا تزاد داكشي بزاف حتى يولي جاري مثلا هاد البطاطا ولا هكا غادي يخسر لكم العبار ما يجيكمش الوصفه ما تجيكمش مدقوقه اما الا كانوا زايدين 2 غرامات ولا 3 ولا 5 ماشي مشكل صافي هنا دابا هاد البطاطا تندير على لافويت هي الاولى لافويت هي الاولى كنرتبها مزيان تنبرك عليها هنايا حتى نحس بها راه هي راكبه صافي وكنوضع هاد البطاطا هادي تاكد ليها في العبار ديالها اوكي وغادي نضيف عليها الحليب ونضيف عليها واحد قريصه ديال الملح شويه صافي وغنسد عليها سهله وكتجي زوينه اللي ديروا بطاطا البيضاء كتجي زوينه بزاف ماشي غير شويه غنعطيها 30 دقيقه نعطيها درجه الحراره 95 ونعطيها هنا واحد غنجيب دابا داك التستالو ديك الشبيكه وغنحطها هنا باش ما ترش ليا وتوسخ الدنيا صافي هانتوما شوفوا معايا البروغرام ديالها شفتوا تعالى وبركاته اعزائي عزيزاتي المشاهدين والمشاهدات نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده طالما ربي اليوم بغيت نشارك معكم الغديوه ديالنا ديال هذا النهار داكشي اللي درناه غادي نشاركوا معكم يلا خليكم معنا وخرجتكم ممتعه ما تنساوش جمع لكم فيديو خرجتكم ممتعه صافي هنا عندي هذا السمك ديال سبينارولو ها هو كيف ما كتشوفوا معايا هنا غنشدو غادي نقطعو بهذا الشكل هذا راه فيه غير واحد القروش لداخل ما فيهش العظام هذا السمك هذا نشوف معايا هكا غادي نقطعو كله هكا وهنا عندي غير طحين ما كنستعملش انا الفورص عندي فرينه ديال اللوبينو اللوبينو هو الترميس ممكن ديروا ديال الحمص ديال الفول ديال العدس اللي بغيتو نتوما كديروها كديروها ماشي مشكل كيكون الاختيار ديالكم غندير فيها واحد شويه ديال الملح شويه هكا واحد شويه ديال كركم واحد شويه ديال الحار هادي ونخلط هادشي كله مزيان بهذا الشكل هذا وهنا رانا مشعله على الزيت اللي قليت فيه هذيك القرعه صافي وغادي نبدا ندير هكا دابا بهذا الشكل هذا كندوزهم مزيان هنا ونوضع في الزيت بهذه الطريقه هذه
نبقى غادي هكا باش انا نكمل. الحوت ها هو وجد، المهم عقليناه وصافي، حرقت لكم المرحله ديالو، ولكن راه ماشي شي حاجه، حطيته تتقلى من واحد الجهه وقلبته من الجهه الاخرى حتى هي تتقلى منها. وانا نقدمه في الطبق، فرشت ليه الخص لتحت ودرت ليه الحامض، حطيته معاه جاكم وطيب. واحد وجد واحد الشليضه هنايا، ها هي دير فيها غير الخص حتى هو، واحد لافوكا قطعاه هنايا طريفات، وشلاضه هنايا ديال القرعه اللي قليت معكم. انا غندير لها دابا ديك الحشوه ديالها، وهنا غا واحد شويه ديال الفواكه، ولكن هادشي من بعد ملي كناكلو كنمشيو نتفرجوا شي فيلم ولا كنتسرحوا ولا شي حاجه. وعاد غادي ناكلو شويه ديال الشكليطات، ها هما دايرهم جاكم البارح صايب هاد الشوكولا، اللي ما شافش الفيديو غنخلي لها الرابط تشوفوا. راه ساهله وزوينه هاد الطريقه باش كيدير هاد الشوكولا هكا. دار بزاف ديال الشوكولا ودار واحد جوج ديال الانواع. هذه غير الشريحه حتى هي اللي درت معكم طايبه ديال الفران، كاع شي ديسير كنديروه من بعد. وهنا دابا غادي ندير معكم هاد الزعلوك ولا هاد البنجال ولا هذا ما عرفتش نقول ليه، ها هو طاب. غنحطوه دابا في الطبق، هذا غنصوطيه في المقله تيجي رائع، هذا تيجي زوين بزاف. غنوضعو هنايا نحطو تا هو تما، وبوري ديال الطاطا رقات ليها جوج ديال التواني تا هي، ها هي وجدت. ما بغيتش نحط هادشي، قلت خلي تا يكون كلشي واجد. عاد باش غادي نحط ندير شويه الربيع هنايا، بوري ها هي وجدت. هنا غندير هاد الحشو، هاد الصلصه باش غنخلط هاد القريعه هادي كما كتشوفوا معايا. هنا غير واحد الثوم، الثومه ضروريه فيها هكا، حكيت واحد الفص، وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الثوم، ديال نضيف ليه واحد شويه ديال الملح، شويه ماشي بزاف. نمسح يديا وغنضيف ليه زيت الزيتون شويه هكا باش كينسمها، لان هي ديجا مقليه في الزيت. وغنضيف ليها الخل تقريبا شي معلقه صغيره، شويه تا هو هكا، واحد شويه ديال الابزار، شويه هكا، والمعدنوس. اللي ما بغاش دير معدنوس هي كيدير فيها النعناع اولا المعدنوس، اللي بغا كل واحد والاختيار ديالو. كاين اللي كيدير المعدنوس، كاين اللي كيدير الحبق، كاين اللي كيدير سميتها النعناع. اوكي صافي دابا، وكتسقيوها بها كلها هكا، تطوروا عليها كامله هكا، تترشوا عليها صافي. وها هي حتى هي وجدات هاد القريعه، ها انتم كيف ما كتشوفوا. غنحطها حتى هي هنايا، غنديرها هنا في الطبله. اوكي وغادي نجيب دابا بوري، قالت لي غير بوري صافي. شوفوا هاد البوري حتى هي فين وصلت، بوري ديال البطاطا. حيدت ليه داك التشستيلو، خليته شويه زعما باش تبرد مع البطاطا، كتبقى شاده السخونه. ويلا شفتوها بيولا، كتجي رائعه هاد بوري، قد ما بردات قد ما كتعقد شويه كتجي زوينه بزاف. بوري ديال البطاطا حاولوا ديروها، ماي فيستو. اوكي برو بونيسيمو، بونيسيمو بلا بطاطا. هاد الغديوه ديال هاد النهار بلا خبز، لان فيها بوري ديال البطاطا، داكشي علاش ما كاينش الخبز. غادي ناكلو كلشي هادشي بلا خبز. اوكي صافي، غندي بوري حتى هي مي. يلا نوضي الغدا بلا خبز اليوم، يلا نوضي جيبي كاس كواش هامي. ها انتم كيف ما شفتوا معنا الغديوه ديال هاد النهار هي هادي، هادو هما الاخرين غنخليهم هنايا دوطو مي. يلا هاجي غنحط لمي دابا حقها سينسا باني. المهم كيما شفتوا معنا هنايا هذا غد نجيل، ها هو صوطيتو. هذه البوري ديال سميتو ديال البطاطا الموف، والسمك هذا سبينارولو، ها هو القريعه حتى هي هذه تجي رائعه، نتمنى انكم تجربوها. والشليضه غير الخص وداكشي اللي راه جاكم عاديه ما فيهاش حتى شي حاجه. والمايونيز عندنا المايونيز هنايا اللي كان صايب جاكم، ها هي راه قلت لكم قد ما بقات قد ما كتعقد. شوفوا ها شوفوا كيهزيتها كيبقات بلاصتها محفره، شفتوها
راه كتجي زوينه بزاف هاد المايونيز. نتمنى انكم تجربوها، بونيسيما، رائعه رائعه بزاف. اوكي، العصير، العصير نسيت موريش لكم العصير، نكبوه راه صفات امي. ها هو كاسي انا فيه الماء. مريم كاسك؟ انا كاسي فيه الماء. تاتي كاسك فيه الماء. ها جاكمو نديرو ليه في كاسو. غتيجي رائع العصير ديال الرمان مع البرتقال كيف ما شفتوا معايا، وساهل في التحضير ديالو. يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الغدي وتشجيعكم للقناه باش يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش تعملوا لكم فيديو. مع السلامه.